يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان المعظم ومتابعة توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية. ويناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتشجيع الاستثمارات. كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة موفدة التلفزيون المصري إلى مقر مجلس الوزراء إيمان التوني. إيمان، أهلا بك معنا، ولو تطلعينا على أهم ما يناقشه الوزراء في اجتماعهم اليوم. أهلا بك زميلي وأهلا بكم مشاهدينا مشاهدي التلفزيون المصري. بالفعل اجتماع مجلس الوزراء بدأ منذ 11 صباح اليوم تقريبا ولا يزال مستمرا حتى اللحظة. وبالتأكيد فإن توفير السلع الغذائية الأساسية والسلع الرمضانية بكميات وفيرة تناسب الاستهلاك لشفي شهر رمضان المبارك هو البند الأول على طاولة هذا الاجتماع، بالإضافة إلى توفيرها بأسعار مناسبة للجميع. وفي هذا الإطار يتم مساء اليوم افتتاح معرض أهلا رمضان في القاهرة، وهذا المعرض سيبدأ غدا في باقي محافظات مصر لتوفير كما ذكرنا السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة وبكميات وفيرة. يمكن تخفيض الأسعار في هذه السلسلة من المعارض تكون من ما بين 20 إلى 30% في بعض الأحيان يصل هذا التخفيض. بالإضافة إلى ذلك يتم متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم خدمات للمواطنين بشكل وبجودة عالية في باقي المجالات سواء الصحة أو التعليم أو غيرها، بالإضافة إلى بحث الاستثمارات الآتية إلى مصر. وفي هذا الإطار كان رئيس الوزراء قد التقى بوفد من دولة الإمارات العربية لبحث المزيد من الاستثمارات بين مصر والإمارات وخاصة في مجال الطاقة والغاز. أيضا يتم تناول واستكمال مشروعات القوانين والقرارات التي تصدر من الوزارات المختلفة والخاصة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر. وكما من المقرر أو المتوقع أن يوافق المجلس على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، هذا القانون الجديد الذي بدأ تطبيقه في مدينة بورسعيد ويمتد بإذن الله إلى باقي محافظات مصر. شكرا لك إيمان التوني، مفادة التلفزيون المصري إلى مقر مجلس الوزراء، كنت معنا مباشرة من هناك.